قال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الروسي سيرجي لافروف إنه ولكي تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه في سوريا فإن الحل يتضمن جزئين، الأول هو حل سياسي والآخر يتمثل في خروج إيران وتركيا. وأضاف الشيخ عبد الله أنه في حال استمرت إيران وتركيا بالأسلوب ذاته والنظرة التاريخية أو الاستعمارية أو التنافسية بينهما في القضايا العربية سيستمر هذا الوضع سواء الآن في سوريا أو في دول أخرى بعد ذلك.